مراجعة. بكرة لازم أكيد تنزل على المدينة، حتى خلينا ننزل سوا. أنا بدي أنزل زور الشباب. لازم رحب بسمر وقل الحمد لله على السلامة، ما هيك؟ وبدنا نحتفل بالطفل الجديد. صبح بخلي رمزي بيك يوصلنا. برأيي بلا ما نعزبه لرمزي بيك، أنا بوصلك وهيك بروح على المشفى وبراجع الدكتور. بصير، معناتها حاجة تعذب حالك اليوم. تصبح على خير. وانت بخير. عم بعمل مجسم جديد، بعدين فرجيك اياه. شوفوا حبيبي، بس بالاول لازم تشوفي لوحة الحفر اللي عملها بابا. لسه ما خلصت. ويكون لنشوف انت لمين بدك تشبهيها. ان شاء الله ما عملتني شريرة لانك معصب مني. الرأي لك. انا جاهز. وانا كمان. بس حبيبتي البسي هاد بالاول. انتبهي شوي شوي شوي. يسلموا حبيبي. يلا بخاطركم. مع السلامة. اصحكم تبردوا. لا يكن لك فكر، اخذت معي كنزات احتياط. مع السلامة، تفرجوا على الامر منيح. وانت لا تقعد كتير هون، اتركن للشباب لوحدهم شوي. لكن انا رح روح اشتغل بالمجسم تبعي. خاطركم. مع السلامة. نظرة وحدة معصبة. صار لفترة عم تطلع علي هيك. أنا آسفة. عن جد ما فينا عقل بنوب. بردانة؟ لا، وانت؟ كتير حلو. حق معك، لو استمر زواجهم مشان الطفل كان وضعه رح يكون كتير سيء. معناته عم بيحبوا بعضهم. يعني على الأقل هون خلينا ما نحكي عن عمي وسمر. أنا آسفة. لكن خلينا نحكي عن حالنا. هي أول مرة بننفرد فيها. كم ليلة بده يكون الأمر فيها بدر؟ حابب تكون كتيرة لدرجة ما أقدر أبدأ. أنا مرة صعبة، بتعرف هالشي ما هيك؟ من شان هيك اخترتك. زواج بنتي عم ينهدم وعم يتأسس زواجي بنفس الوقت. النهاية والبداية كمان، قلنا وقت اللي بيكون فيه حب بيناتنا. Thank you.
يوميتا انت طلعت مع رفقاتك مشوار بالليل. انا عضيت على اسناني وقلت لكم اوقات سعيده، كان في تقويم باسناني. كانت حبيبتك هذاك الوقت بنت اسمها سهى، كانت عيونها كبيره وسودا مثل الغزال، كان في بقعه على ايدها كمان. انت كيف عم تتذكري؟ معقول انسى؟ انت بست هديك البقعة وقت اللي كنت بالجنينة، كانت اول حب حقيقي بالنسبة لك، اول مرة بكيت كرمالك. سحبت حالك ورحت على الفيلا اللي ببيدروم وما اجيت طول الصيف، وانا كرهت لهديك البنت كتير لأن زعلتك ولأن بعدتك عني كمان. بالخريف رجعت مهند تاني، كنت كتير متغير، بعدين ما بكيت مشان أي بنت، كان بدي تحبني مثل ما حبيتها، تتعذب مثل ما تعذبت كرمالها. بيقولوا ما في حب سعيد، لا تصدق أبدا. سيارة مهند بيك مانا بجنينة. إذا بدك اتصلي فيه واسألي وين انتو هلا. أكيد بيكونوا راحوا على المزرعة. امبارح حكينا مع بشير بس ما قلنا شي. يا سبحان الله شو بكون؟ يلا يا بنات عملوا لكم هم جلوس جليات وجهزوا الفطور فورا، هلا بفيقوا. Thank you.